شاركت 7 مسابقات مع موهبة، حققت 5 ميداليات وشهادتين تقدير. أول شيء أبوي وأمي تعبوا عليه، خصوصاً في أول ما كنت صغير، وأيضاً عشان يدوروا برامج مثل برامج موهبة. وفي الصف السادس ابتدائي دخلت دورة الأساسية في الرياضيات، ولكن ما ترشحت للملتقيات. دخلت مرة ثانية الصف الأول متوسط وتأهلت للملتقيات مع موهبة، وشاركت معها حتى تأهلت للتدريب والمشاركة في المسابقة الدولية. قاعدين نستعد للأولمبياد الرياضيات الدولي المقام بإذن الله في النرويج بعد أقل من شهر. حتى من أكبر المسابقات الدولية، شارك فيها أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتشارك فيها السعودية من فترة، من حوالي 20 سنة، حققت فيها إنجازات، وإن شاء الله نحقق هذه السنة أول ميدالية ذهبية. دربت مع موهبة 5 سنوات لأكثر من 4000 ساعة تدريبية، بأحيانا حتى نوصل لمعدل 8 ساعات في اليوم، كانت أغلبها في جامعة الملك عبد الله، غير الفترة اللي كانت فيها الجائحة، وفترة بداية التدريب كانت في ملتقيات مثل ملتقى الجبيل، ملتقى كان في المدينة، ملتقى في ينبع.